أول حاجة تعالوا نطلع الكفتة من الفرن، لأنه هي كده خلاص إحنا أي حاجة فيها سكر هتكرمل، فمش عايزين نسيبها تتحرق وتدينا بيتر تيست، يعني في مرارة. بصوا الجليز اللي طالع على الكفتة، بصوا شايفين اللون خطير. هسيبها هنا على جنب في الطاسة ونعمل البطاطس. بصوا بقى على البطاطس الشبكة، أنا محضرة لكم هنا شوية، بصوا شكلها بقى عامل إزاي. تعالوا تعالوا شايفين، بصوا بتبقى عاملة أهو كده باينة معانا زي الشبكة، وأنا حطاها بمية فيها خل وفيها ملح. دي هتنزل بالزيت، طبعا قلنا زيت لورو اللي هو للقلي العميق، زيت الذرة مش الذرة، الذرة درجة احتراقه قليلة، زيت الكانولا أو زيت عباد الشمس. تاني أهو هننزلهم، هو عشان فيهم مية فنقلي بحرص، وأنا حطاهم على ستيك الخشب. ممكن برضو ناخد منديل وننشفهم شوية قبل ما نقليهم بالزيت. بصوا شكلها حلو ازاي، دي هتخليها لما تطلع كده واحنا بناكلها زي الصوابع كده، ناخدها واحدة واحدة. هنزلهم بالزيت، نبعدها بس كده، بصوا نحاول نريحها شوية، نبعدهم عن بعض سنة عشان يبقوا زي الأكورجين كده الشكل ده. طب قصيناهم كده ازاي هنشوف حالا مع بعض. تبان صعبة بس هي مش صعبة خالص، هوزعهم كده عشان ياخدوا راحتهم في الزيت وياخدوا التسوية الصح. دي آخر واحدة، يلا نقطعها مع بعض. لما نقشر البطاطس طبعا بنحطها في المية، علشان البطاطس يا جماعة مفيدة جدا، مليانة حديد، فلو قعدت بره بتأكسد، لأنه الحديد والأكسجين بيعملوا صدى. هناخد أول جزء ده كده نشيله، وناخد قطعة كده مش عريضة قوي ولا رفيعة قوي، تاني أهو ولا عريضة قوي ولا رفيعة قوي، بالسم كده تمام. طيب هنقطعها كده ازاي هنعرف حالا. هناخد ستيكس الخشب اللي هي بنشوي بيها دول، اوكي. لو عملناها جبنا الكاميرا توب كده يا مخرجنا هيشوفوها احسن. هنحط قطعتين من الخشب كده جنبها، دول دورهم انه ما يخلوش السكينه توصل للاخر كده هتقطعها، دول هيخلونا نعمل شايفين نقف كده. فبنبتدي نقطع من غير ما نوصل للاخر. شايفين الستيك الخشب هتوقفها قبل ما توصل للاخر، خلاص قطعناها كده. نقلبها الناحية التانية وعلى نفس الخط بالشكل ده ونقطع تاني بالشكل ده. كنا عملنا قبل كده برضو الخيار أكورديون كده لذيذ جدا، بس الخيار ليه تقطيعة تانية. طيب بصوا بقى بتطلع عاملة ازاي، بصوا تعالوا شايفين اهي زي الأكورديون من الناحيتين، وحتى لو فكت مننا شويه احنا هنثبتها بالخشب. شايفين التقطيعه بتاعتها حلوه ازاي، تبان صعبه بس هي مش صعبه. بناخد الستيك الخشب ومندخلها في النص، عشان كده عملنا سمكها معقول عشان تستحمل الستيك الخشب. وبعدين على الستيك الخشب بنبتدي نفردها. هقول لكم التريك لذيذ، نحطها بالميه شويه هتطرى وهتتفرد معانا اسرع. بس شايفين اهي اتفردت زي ما انتوا شايفين، نوزعها على الستيك الخشب كده وبقت جاهزه انها تتقلي. دي خلاص كده وقعت، بس دي تمام. بنسيبها في الميه لحد ما نقليها، هنبص عليها هنا. بصوا شكلها لذيذ ازاي، هل ده هيغير طعمها؟ لا، هيجدد بشكلها وهيجدد في طريقه تقديمها وهيخليها مقرمشه من كذا مكان. بصوا هنا كام طبقه هتتقرمش زي الماتش ستيك فرايز، كأنها الصوابع رفيعة بس مربوطة كده في بعض. طيب نعمل واحدة تانية برضو نشوفها، يلا بينا. هاتوا ناخد دي، ناخد ستيك خشب تاني اللي استخدمناها بالشكل ده، وقلنا بنقطع
لحد ما تخبط في السكينة، سوري السكينة تخبط بالخشب. جربت أعملها من غير يعني بإيدي كده أحس، لا بتبوظ طبعا. كده أسهل وأسرع بكتير. بصوا بقى تاني تطلع عاملة ازاي اهي، شايفين حلوة ازاي؟ وممكن تتقلي كده بس مش هتاخد فردتها لو ما كانتش على الخشبة. دي ما تحضرها شوية من بدري، بتفك معانا شوية اكتر لما نحطها بالمية. تمام. طيب دي تاني هنحطها بالستيك الخشب ونضغط عليها. عايزة بس ايه شوية عزم كده وانتوا بتضغطوها، بعدين بتثبتوها وتبتدوا واحدة واحدة توسعوها بالشكل ده. فوالا بقت جاهزة. اذا عندنا البطاطس اهي ابتدت تتحمر، بصوا لونها حلو ازاي. بس نقلبها اهي ابتدت تاخد لون، نقلبها عشان تتحمر من كل الجهات. طيب احنا هنقدم الكفتة مع البطاطس دي وتاخد رشة من البهارات اللي احنا محضرينها اللي هي استخدمناها للكفتة. هنقلي ايه تاني؟ هنقلي الهالابينيو. هو ايه الهالابينيو؟ الهالابينيو هو ده، تعالوا نشوفه مع بعض. ده الفلفل المكسيكي اللي هو بيجي جنب الناتشوز يا جماعة، والصلصة والشيبس الناتشوز اللي بيبقى محطوط عليه جبنة وسايح، ده بيبقى حراق تلفي كرانش ومقرمش. عمركم جربتوه هو نفسه مقلي واخد خلطة حلوة؟ تعالوا نشوف ازاي. نحضر الخلطة مع بعض، هو كده كده بنشتريه جاهز كده متقطع، وتعالوا نعمل الخلطة. الخلطة دي استخدمتها الأسبوع اللي فات واحنا بنقلي الفلفل، فاكرين الفلفل المحشي؟ جبنا كانت حلقة الترندز تقريبا. خلطة التمبورة دي أو الخلطة اللي بره دي طلعت رائعة، اعتمدتها وانتوا احفظوها واعتمدوها. هنحط مقدار تقريبا كوباية دقيق ذرة أصفر، ده دقيق الذرة الأصفر، هتحسوا فيه كده ترميلة. دقيق ذرة أصفر كوباية، قصاده قده بالظبط دقيق أبيض عادي. هنحط لهم بابريكا معلقة صغيرة، وهنحط لهم كربونات الصودا نص معلقة تقريبا صغيرة، وبعدين نخلطهم بمية. وهقول لكم مقدار الميه قد ايه. خلوني اجيب مضرب سلك عشان نقلبها ونشوف قوامها، لا بتبقى خفيفه قوي ولا بتبقى تقيله. نبتدي نخلط، وعايزين رشه ملح عليها، بس انا هنا ما حطيتش ملح لان الهالابينيو اوريدي مخلل ومليان ملح. نبتدي نقلب، نضيفوا الميه بالتدريج. طبعا الفوران ده من كربونات الصودا، هي كده لسه تقيله شوية. البطاطس بتتحمر، انا عايز اتاكد انها على اعلى حرارة، وبعلي الحرارة براحتي وبسيبها فترة براحتي، لانه انا بستخدم قاعدة زيت يعتمد عليه في القلي، زيت الكانولا او زيت عباد الشمس من لورو. مهم جدا لما نقلي نعرف ان الزيوت دي ما تتحولش لاي حاجة خطرة، لانه هي اصلا مدروسة درجة احتراقها قد ايه، تستحمل القلي العميق. لسه شايفين تقيل الخليط، هزود. على فكرة دول كانوا كوبايتين مية صح؟ تقريبا كوبايتين مية. الخليط كده ممتاز، بصوا ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي، اقدر اغطس فيه الهالابينيو واقليه بالزيت ونشوف الطبقة المقرمشة اللي بتطلع عليه ولا اروع. وبتقدم جنب نفس الصوص اللي دهنا فيه الكفتة اللي هو الباربيكيو بالعسل. بس نطلع فاصل، تكون البطاطس اتحمرت، دي خلاص استوت، هطلعها واحمر الباقي ونرجع نكمل. بس شوف شكلها حلو ازاي، تجنن. بص سوبر مقرمشه دي، اول ما تطلع بعد الفاصل هنحط لها شويه من البهارات اللي حضرناها في اول الحلقه. البطاطس بقت جاهزة كريسبي
وبنفس الوقت طرية، يعني من برا كريسبي ومن جوه لسه طرية، شكلها حلو قوي. تعالوا نديها شوية بهارات، خلطة البهارات اللي حضرناها بالأول الكفتة، هنديها رشة كده. شايفين اديتها لون حلو ازاي ودخلت في الفتحات اللي احنا عاملينها. هنقدمها جنب الكفتة. بصوا طبق الكفتة اهو. هنعمل دلوقتي الصوص بسرعة. هناخد البطاطس نحطها بشكل لذيذ، نحط دي الأول، نوزعهم بشكل كيوت كده، قلنا تجديد كمان للي بياكلوا مش بس. حاول أشوف لها مكان لذيذ كده تبين تعبنا، عملنا مجهود. رش دي شوية. أوكي، هنعمل دلوقتي جنبهم الهالبينيو المقلي وهو بيتقلي على طول. هنعمل الصوص اللي هنقدمها اللي هي بالزبادي اليوناني. إذا ده الهالبينيو، هنحطه كده بالخلطة وعلى الزيت على طول. الطبقة دي بتطلع مقرمشة بشكل رهيب، والدورة بتديها ترميلة حلوة. واللي بيحبوا الحراق هيدعوا لي على فكره، لانها من السايد ديشز اللي بقت ترندنج في العالم، يعني جنب الهوت دوغ، جنب الاكل المكسيكي، جنب البرجرز. ده هنقدمه جنب الكفته والبطاطس ويبقى كده بلاتر لذيذ ومختلف. طبعا فاهيتا برضو اللي هنعملها بتقدم معاها الهالابينيو، فهتبقى لذيذه برضو جنب الفاهيتا. تعالوا نشوف الكمية دي الأول. بين المناديل المناديل المناديل، نمسح هنا. يلا بينا. بصوا بقت مقرمشة ازاي. تعال تعال تعال، بصوا دي شكلها، خدت كرانش خطير. نجهز الطبق اللي هنطلعها فيه علشان يشرب الزيت الزيادة، بس عايزاها تتحمر سنة كمان، مش عايزة أحط كمية تانية عشان ما يتلخبطوش مع بعض. هنا أنا حاطة زيت عباد الشمس. يلا بينا. بصوا شكلهم ما تتوقعوش إنه من هالبينيو عادي. تعالوا نروح على الطبق أهو المناديل، تطلع الحلاوة دي. دي الحاجات اللي بتشد ولادنا ياكلوا بره على فكره، بالذات الجيل اللي هو تينيجرز، مراهقين، على طول عايزين ياكلوا بره. يقول لك لا ماما ما تعرفيش تعمليه في البيت، لا الاكل غير بره. لا احنا بنعرف نعمله في البيت على فكره، وفاهمينكم وعارفينكم. واحنا هنعمله بزيوت زي زيت لورو، احنا عارفين بيتقلي فيها ازاي وعارفين جودتها. لانه انا هقول لكم بقى من خبره مطاعم، بالذات القلي في المطاعم، تبقاش كل المطاعم عندها الضمير انها تجدد الزيت بما لا يتعارض مع الصحة، بمعنى أنه ممكن يستخدموه شوية زيادة عن اللزوم لفترة أطول علشان التكاليف. ففي البيت لا طبعا، عمرها الأم ما هتستخدم حاجة مضرة، فدايما تختار أحسن زيوت. وإحنا فعلا بنرشح لكم لورو. وتاني حاجة، عمرها ما هتوفر على حساب صحة ولادها، فهتستخدموا الاستخدام الصح وعدد مرات القلي الصح. إذن الهالابينيو سوي كمية حلوة كده. الوصفة الجاية هتبقى الكونز، الأقماع بتاعة الفاهيتا. كفاية الكمية دي دلوقتي وهو بيتحمر. تعالوا نعمل سريعا الصوص. عندي هنا زبادي يوناني شبيه بالساور كريم اللي بتتقدم مع الفاهيتا. هنحط له سنة بابريكا ونحط له شوية أوريجانو ونحط له، ممكن تحطوا من الخلطة اللي احنا بهارات اللي عملناها برضو هتطلع حلوة قوي. وهنحط له سنة هريسة مش كتير عشان لو الولاد بياكلوا، ورشة ملح وشوية عسل. العسل هيديله طعم حلو، هيخليه كده بالانسد ما بين الحراق والحلو والمزز من الزبادي. ونقلبه كويس، هيليق قوي مع الكفتة. هنحطه في الطبق كده. البلاتر فاضل له الهالابينيو والباربيكيو صوص. يلا نطلع باقي الهالابينيو. لا لازم تشوفوا القرمشه، اسمعوا الصوت، هدوق لكم واحده حالا. تعالوا ندوقها.
عايزه واحده سخنه قوي. اي نقد. اسمع، ده حرق ومزز، وده صوص الباربيكيو اللي ضفنا له عسل. ده مع ده خده في حته تانيه، عشان كده هناخد من الصوص ده في الطبق هنا كده. وجاهزين، يلا نقدم الطبق. هنحط دول كده ونحط الهالابينيو كله. هاتوا هنا، خلوا ولادنا بقى ياكلوا بره بقى، مش هيلاقوا الاكل ده بره. ونحط له صوص الباربيكيو، وتعالوا نحط له شويه ورقيات. عندنا براعم كزبره وبراعم، ما عندناش براعم، ممكن نستخدم الكزبره. بس هحط هنا شويه على اللحمه، ونحط شويه هنا. وايه رايكم في الطبق؟